السلام عليكم، ويحدثونك عن السلاح الأخضر، السلاح الذي استعمله كيسنجر سنة 73 رداً على سلاح البترول، فقال وقتها: لقاء كل قطرة بترول سنعطيهم حبة قمح، فحارب العرب بالقمح. القمح الذي عرفته الشام والعراق قبل 10,000 سنة، فكانت محافظة الرقة المهد الأول الذي عرف فيه. ينتج العالم من القمح نحو 700 مليون طن، بزيادة على حاجته بأكثر من 10 ملايين طن، لكن واحدا من كل 8 أشخاص يطوي بطنه على الألم وينام جائعا كل ليلة، وينام معه 800 مليون من الجياع فوق الأرض. نعم، لا تحيا بالخبز وحده، لكنك لا تحيا أيضا بدونه. تزرع قمحك وتريد أن تحصد معه الأمان، وأين منك الأمان وغذاؤك يتحكمون فيه، وربما رموه في البحر أو استعملوه للوقود الحيوي. يزرعون القمح ويصنعون الجوع، بل ينسجونه نسجا ليحصد من الأرواح سنويا أكثر مما تحصد أمراض الإيدز والسل والملاريا مجتمعات. ويحدثونك في مهد القمح عن ناس يثورون من أجل كرامتهم فيتركون لمصيرهم، ويقول قاتلوهم: الجوع أو الركوع، فقد أخذوا من تراثهم سم كلبك يأكلك، وقالوا في سياستهم: جوع شعبك يتبعك. But we're here and we care, and yes, we feel your pain. في أوج الحرب العالمية الثانية، كانت بريطانيا العظمى تناقش المجاعة التي تعصف بالهند، واقترح بعضهم أن يرسلوا إليها المواد الغذائية، فرفض وينستون تشرشل متعللا بقلة السفن في أعظم أسطول بحري آنذاك، وقال لهم: إن تجويع البنغاليين الجياع أصلا ليس بخطورة تجويع اليونانيين الأصحاء. فالتهم الموت 3 ملايين هندي، أكثرهم من البنغال. ومن الناس اليوم من ينثر القمح على الثلج في أعالي الجبال، لأنهم سمعوا أن عمر بن عبد العزيز لم يبقي فقيرا ولا جائعا ولا من يقبل الصدقة، حتى قال يوما في أقدم بلاد عرفت القمح: انثروا القمح فوق رؤوس الجبال كي لا يقال جاع طير في بلاد المسلمين. ويحدثونك